نجيك ان شاء الله. اسمعوني منيح، بدي احكي لكم اليوم كيف مات. اه يا الله. هذا الحال على 7:11 دقيقة يوم مات ثائر على المساء. ندع شرطي بالأمل، الشرطي درزي اسمه فادي، حكى له فادي لو انت احنا هيك، لو انت بدنا نخلص بالأمل ما في هدنة. قال له هسا برد لك جواب. كان مع ثائر شباب اسمهم سعيد عمران وإحمد القمة وهشام تطاطقة وأكم شاب بتذكر أسمائهم، بعرفهم 100%. سمعنا صوتهم من قسم 27 بالنقب، كان صوتهم بس ربنا الوحيد اللي سامعه، ربنا اللي بيعرف شو كان يصير معهم. رجعت قوة عد العدد القسم عادي. لما وصلوا عند القسم بيعدونا هم بيقولوا ثائر، ثائر بيقول أنا أبو عصب، بيقولوا أبو عصب بيقول أنا ثائر. عدوا الشباب كلهم طبيعي إلا عند ثائر، قالوا له أبو عصب قال ثائر، قالوا له أبو عصب قال ثائر، ثائر بيقول أبو عصب. عدوها 10 مرات عشان يتشخص. لما شخصوه بعد العدد فلتوا الكلب على الشباب. الكلب خل مسك واحد اسمه ثائر هشام تقاطقة. من حسن حظه انه الكلب ما بيقوم عن الشاب، بضل ماسكه، فكان العصي يجين على جوانبه. دخلوا على الغرفة كسروهم تكسير. ضلوا يضربوا فيهم لمدة ربع ساعة كاملة. وكان التركيز على ثائر أبو عصب وعلى أحمد الكني بس. لكن جميع الشباب وصلوا لمرحلة الإغماء بشكل كامل. ضلوا يضربوا فيهم تمنوا ما ضلش فيهم ولا شيء. ثائر لما سأل الضابط الشرطي سؤاله حس إنه يعني إنه أنا ليش سألته، فرجع على الغرفة اعتذر. قال لهم شباب أنا حقكم علي، أنا خايف سألت سؤال يعمل إشي، فإذا إجت الإدارة وضرتنا أتخافوش، أنا آسف وسامحوني حبيبي. كلكم ارجعوا لورا وأنا اللي بدي أقدم قدام. وبالفعل لما أجى العدد ثائر قعد أول واحد. يما يما كلهم مطلوب يرجعوا لورا. يما يما ليش كنا آخر واحد؟ يما وكلهم إذا صار لي إشي سامحوني يا حبيبي. دخلت الإدارة، ثائر حط إيديه على راسه، ضلوا يضربوا في إيديه على راسه تكسروا تنزل من إيديه على الأرض. يما حبيبي قالوا له مثل راسك، ضلوا يضربوا فيه بالعصي اللي هن الحديد اللي بيفتحها الثلاث. حسيت يما حسيت حسيت يما انضرب على راسه ثائر. لحد الآن مش متخيل ثائر مات. لا 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 ثائر مات، بستنى بزيارات وكاعد. ثائر لما راحت الإدارة قعدت ساعة ونص وهو على الأرض. الشاب الوحيد اللي قدر يصحى هشام تقاطقة. يما حبيبي كل اللي على الأرض كانوا بحالة يعني يرثى لها، ما في مجال إنه يوقفه. صار يتحسس فيهم، هو ما اعتقد إنه ثائر صاير له شيء. كان يفكر سعيد عمران اللي بصير له إشي لأنه مريض قلب. راح يتفقد سعيد عمران، رجع لثائر قال له ثائر شو عمل لك؟ ثائر انا مش عارف شو اعمل لك. صار يندع على الشباك، يا شباب ثائر تعبان، الكل تعبان بس ثائر ابصر شمال. فصاروا الشباب يقولوا له كلب ثائر، ارفع اجرين ثائر، اعمل لثائر اشي. فهو كان له مش عارف اعمل له اشي، شاب صغير. اجى على ثائر حكى له شو اعمل لك، له بقول له بدي امي. يا حبيبي كل اليوم يما كل يما كل اليوم يما قال له بعد الله بديش الا امي. يما قال له جيب لك الدكتور. قال له لا يا حبيبي بس بدي امي، مش راضي يجيني بالكلام. خلاص وحدي الله ثائر 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 يما ثائر بدي ثائر، بديش اشوف الدنيا. بعد ساعة ونص اجى الدكتور. طبعا قبل ما يتوفى استشهد ثائر، الشاب كان يزيح فيه، وصل عند اجريه وقف على اجريه قال وينك يا امي، وقع على الارض. يما اخر كلمه حكاها ذاك وينك يما كل يما وانا بذكر وهي انا متاكد منها وكل اللي بنعرف بعرفها. اخر كلمه كل يما حكاها ذائر قال وينك يما، بعد الله ما سالش غير عن امه. اخر كلمه قالها امي، قلت يما بس نادى يما صوت واحد ذائر ذائر ما شكاش الا كان يما بس.
بس بائر راح بس اشوفه بس ما عرفت بردش الا اشوف بائر بس يما يما بائر يما بائر 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 راح بائر بالرعب بائر انت خلاص يما